بس قالت لي بدها تعمل مراسم ببيتها. باي. مشي الحال سويتي، أخذنا المليون اللي وعدونا فيه، ما بقلنا غير نروح ونسلمهم الطفل. إلي 500,000 روبية ولك 500,000. إيه وأنا وصلوني. أنت شو رح تعملي بكل هالمصاري؟ نحن غلطنا وقللنا، كان لازم نطلب مبلغ أكبر من يلي أخذنا. كنت اشتريت سيارة بمصرياتي وبيت بمصرياتك وعشنا برفاهية كمان، مو هيك؟ مخططين يبيعوا تشيكو؟ مشان ياخدوا مصاري بس يسلموه؟ ايه يا حلوة، قولي لأبوكي لوين رايحة هلا؟ يلا قولي لي. مين يلي خبرك اني اجيت لهون؟ فيك تجاوبني؟ عن جد؟ لعبتك هي هي يلي خبرتني، كنتي نسيانتيها بالسوق وانا لقيتها، وبعدين قالت لي يلا لوين رايحة؟ يا ترى امتى بدي صير ذكية مثلك؟ انتي كمان كتير ذكية، بس لسه بدك وقت كتير طويل لتصيري ذكية مثل أبوكي. ما فيك تضحكي علي، انتي بدك تلهيني مشان تهربي مني بدون ما حس عليكي. لوين رايحة؟ هو أنا كنت. انتي كنتي؟ كملي حكيك. كنت عم دور عليكم لأنه انشغل بالي كتير وخفت يكون صار لكم شي، لأنه لكم زمان طالعين لهيك طلعت. حلو 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 حلو، عن جد انتي ذكية، حلو كتير. انتي هلأ عم تطبقي كل الحيل اللي علمناك إياها علينا نحنا، كتير حلو. لوين رايحة؟ كان بدي روح لشوف أخي تشيكو بالمشفى. أمك عم تتصل فيني. أي ميت، شفت سوميت بالسوق وهي معي، إجت لهون وهي عم تسوق بسكليتتها. قليلي كل شي تمام، كيف الوضع عندك؟ منيح كتير إنك قدرت تلاقي سوميت هنيك، الوضع عندي مو ظابط بالمرة. شو صار؟ هدول الاثنين اكتشفت إنهم مانن أهلوا لتشيكو الحقيقي. شو يعني؟ هنن كذبوا علينا مشان ياخدوا تشيكو منا. يلا معلش. بس قليلي ميت، كيف بدنا ناخد تشيكو منهم؟ نحن لحد هلأ ما معنا أي دليل بيثبت إنه هذا الطفل مو ابنهم الحقيقي. قلي شو صار بابا؟ يلا قلي شو صار له أخي تشيكو؟ استني شوي. خبرني. إيه أنا رح لاقي دليل. هلأ اسمعني يعني. شوف بالأول وصل سوميت على البيت وإلا إنه نحن رح نخلي تشيكو يرجع معنا على البيت، لهيك ما لازم تطلع منه أبدا. ماشي؟ مثل ما بدك. ليكي ميت، انتبهي على حالك ولا تخليهم يغيبوا عنك. إيه؟ طيب. شكلهم ما بيعرفوا انه رح يكون معنا مصاري ما رح ينفعهم ابدا وقت تنكشف جريمتهم. انا رح فرجيكم شو رح يصير فيكم من طمعكم، انتو بس استنوا وشوفوا شو رح ساوي. رح اخليكم تندموا على هذا الشيء. انا رح جيب مجوهرات بالمصاري اللي رح ناخدهم. ايه ايه جيبي اللي بدك يا، هدول المصاري إليك. ايه ايه. شو عم بيصير؟ ليش كل الناس عم يركضوا هيك؟ وقف السيارة لنشوف شو عم يصير. وقف هون. عفوا شو عم بيصير؟ ليش الناس كلهم عم يركضوا؟ كانوا عم يرمموا حلبة المصارعة اللي هون وهنن عم يحفروا، لقوا كنز كبير كتير مليان ذهب ومصاري وفضة. صدقني الكل عم يركضوا لياخذوا اللي بيقدروا ياخذوه منه. فيك تجي معنا سويتي؟ امشي خلينا نروح على الحلبة، مين بيعرف بركي بيصير معنا شوية مجوهرات وذهب وفضة كمان. ما عم صدق يلي عم يصير معنا، كأنه كل أحلامنا عم تتحقق. يلا نمشي. بس كانيك عم تتصل. يلا خلينا نمشي. طيب. يلا 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 استعجلوا شوي. لك يلا. يا سلام في ذهب هو أخيرا. يلا يا جماعة يلا بسرعة. وين الكنز؟ ليك الدهب ليك. تعال وين الدهب؟ يا سلام مصاري. لا تتحرك. إيه وعلى أنا رح أضربك بقوة. يلا تعالي بسرعة. وين الدهب؟ يا سلام شوف دهب. طلعي هون شوفي هالدهبات شو حلوين. يا عيني شو هاد شو هاد. أخيرا رح صير أشرب مي من كاسة من ذهب. خذوا يا طماعين، خذوا هاي كمان. كمان بدكم تبيعوا الطفل؟ كيف بتتجاوزوا؟
لكم. خذوا هي. لك مين هاد؟ كل واحد تحول له 500,000، بس ما رح تقدروا تشتروا شي بالمصاري، لأنه هاي رح تلزمكن المصاري بشي تاني. أنا برأيي توفروهن مشان تقدروا تدفعوا الكفالة، لأنكن رح تنسجنوا هلأ، رح دفعكن الثمن غالي. لا لا بترجاكي، يلا مسكوا هالمجرمين هدول، يلا تعال هون. بترجاكي تعال. بس كتير بترجاكي امشي. أنا ما عملت شي. يلا امشي. تركوني أنا ما عملت شي، تركوني. تيكو شيكو، أنت منيح هلا؟ ها؟ يلا، فوتي، امشي يلا. يلا تعالوا. يلا. خلاص تركيني. هدول الاثنين كذابين، مانن اهله لتشيكو الحقيقيين، هنن كانوا عم بخططوا انه يسلموا تشيكو لشي شخص تاني. حضرة المحقق اسمعني شوي، كنت مفكرك احسن من هيك، واجبك تتاكد منهم وكمان تعمل بحث شامل عن معلوماتهم وشغلهم للتاكد، انت ما عملت واجبك. انت ما بتتخيل بسبب غلطة مثل هي شو كان رح يصير بهذا الطفل، اثنين كذابين كانوا رح يسلموه لشخص مو معروف. هنن كانوا عم يبكوا يترجوني، لهيك صدقت كلامهم. هي كانت غلطة صغيرة مني. غلطة صغيرة؟ بتعرف شو يلي ممكن يصير إذا بخبر المسؤول عنك وبقول له عن غلطتك الصغيرة يلي عملتها مع هذا الطفل؟ لا مدام، أنا بترجاكي مدام لا تخبري أي حدا. أنا بعترف إني غلطت كثير، بس بوعدك خليهم يعترفوا بكل شيء. أول ما أعرف الحقيقة أنا رح خبرك بكل شي.